بصفه عامه يعني يعني طبعا 12 للمهرجان الشعبي درت اشياء جديده ومعايير جديده للتقييم. لماذا؟ لان مسؤوليه تسليم المشعل من الشيوخ الكبار للاغنيه الشعبيه الى هذا الشباب ماشي طريقه سهله. ماهوش عزف، ماهوش غناء، ماهوش عزف، ماهوش غناء، لا هو اداء. لماذا نقول اداء؟ لان 90% او 99% او لنقول 100% من النصوص تاع اغنيه الشعبيه هي نصوص تراثيه. حتى ولم تكن نصوص تراثيه وتكون تراثيه جديده فهي نصوص ملحونيه، ولهذا تبقى دائما خاضعه لايقاع وخاضعه لبعد تاريخي وخاضعه لبعد لغوي وخاضعه. ولهذا كان لابد ان نوضع معايير للتقييم انها تكون تخدم هذا النص. كان لي الشرف الحمد لله بعد تعب كبير نصفتنا لجنه التحكيم واخيرا، يعني هذه الطبعه الرابعه راني نشارك، والحمد لله عرفت كيفاه يعني نكون في غمار هذه المسابقه. يعني جبت قصيد جديد لشيخي اللي نحيي له نوجه له تحيه احمد بوزيان، وكانت الالحان تاعي يعني خدمت خدمه 100% بختيش فيصل، يعني ما عاودتش ما قلتش الحمد لله. ونطلب كذلك من خصوصا الشباب اللي راه قادم في اغنيه شعبي يضخ لنا دماء جديده في اغنيه شعبي، يعني من ناحيه الموسيقى، من ناحيه الكلام، يجيب قصايد جدد، يجيب تتماشى مع العصر تاعنا، وان شاء الله يبقى الشعبي بخير ان شاء الله. شاركت كاصغر متشاركه في هذا المهرجان اللي في عمري 16 سنه وكصوت واحد نسوي. فوالا سينو كان التتويج تاعي ما كنتش مستنياته باسكو كانوا كاينين اصوات الله يبارك عليهم واصوات جميله وعندهم اكسبيريونس.